السلام عليكم. قالك لله الناموسة خرجات وقالت هي عارفة شكون اللي ضرب السيد حتى غيب، والدوار مقربل من سفاح حتى لعلاه وما عارف شكون، ولكن هي كانت حيت هي قالت هي اللي شافت. إلا هي ما كانتش كيفاش شافت؟ واخا ناموسة، علاش منين شفتي وعرفتي علاش ما مشيتيش للشرطة؟ كنتي علمتي؟ كنظن ان منين شفتي وما علمتيش يعني انت اللي حرضتي. والله ما نعرف واش تحليلي صح ولا خطأ، ولكن ندور 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 هذا هو الصح. منين نعرف بالله انا هاد السيد ضربو هاد السيد وعرفت شكون وساكته، يعني انا كنهدد هذاك اللي ضرب، اللي انا تنقول هو ضرب، انا ساكته وكنهدو باش ما نهضرش، ولكن انا طلعت للعلن بالغلط وقلت ليهم رانا عارفه شكون. دابا شكون اللي خصو يتشد؟ خصو يتشد هذاك اللي عارف وما قايلش وما بلغش. وشكون هو؟ لا، شكون هي؟ شكون هي ناموسة؟ عدو الطاطا وعدو اختها، والله اعلم شكون هذا اللي جاي غادي تكون عدوته. طاطا مسكينة عيات عيات عيات، ما تعطيها باش غير تخمدها، وهي عاد طلعت ولات كطلع عليها. مشكلة ان طلعت عليها ولات كتسبها وكتعايرها وكتخرج في العراض ديال عمتها. حنا نخليو هذا بوحدو، الذنوب ديال العمة طلعوا في الناموسة اللي ماشي كتلسع كتعض. هذه غريبة، هذه ناموسة كتعض واعترفت براسها انها هي اللي كتعرف شكون اللي ضرب. هذا كله علاش؟ باش تنضم مع المحسور. باش تنضم مع المحسور ضد شكون؟ ضد اختها اللي هي شكون؟ اللي هي لالاها سميرة. مسكينة هاد لالا سميرة، لالا الناس كاملين هاد لالا سميرة، لأن هاد لالا سميرة خرجت بشجاعة ووقفت مع وليداتها ضد المحسور اللي ما بغاش ياخد لهم الحق ديالهم ويعطيه لهم. مشكلة ما بقاتش بين المحسور وبين لالا سميرة، لا وبقي المشكلة وحلت في الناموسة. الناموسة ما عندها حتى شي شغل، مع ان عندها بزاف د الشغالات. عندها داك السد اللي خصها تخرجو، تبقى تعطي 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 حتى يتنفض، وعندها الوليدات خصها تعرفهم فين كيركزوا، البنات فين كيمشيو وفين كيجيو، واش كيديروا، شنو خصهم يديروا وشنو لايق بيهم، ويجمعوا راسهم شويه. عندها الولاد اللي صغار حتى هما خصهم يعرفوا الطريق المستقيم، حيت السداري بكري شبه بني خبز المدينه مملاهيش بيهم، عادي عندهم يكبروا ويقدروا حتى هما يديروا قناه ويتخلص عليهم. الله معاك يا طاطا، الله معاك يا طاطا بديها، الله معاك يا سميره. الناموسة عارفه شكون هي اللي قالت، عارفه شكون اللي ضرب، وكتاكد ومتأكدة وكتكلم بكل ثقة بالنفس، وعارفة حتى اللي ضربوه هزوا ليه الفلوس. كيفاش غتشوفي اللي ضرب ومهزوز عليه الفلوس ومهزوزين ليه بزاف ديال الحوايج والبورطابلات، وتصار فيه اللي صار، وزعما انتيا ما عارفاش الاسم، ما عارفاش الصورة، ما عارفاش، عارفة متأكدة، وانتي اللي قلتي، ما قالت شي واحد من موراك، انتي اللي خرجتي وعلنتي وقلتي. مني كتخافي على اختك، اختك اللي ولدتها لك امك وباك، وكتخافي عليها كتسطي عليها وكتحماقي عليها وما طامعاش فيها، وباغا غير طاطا بديعه ما تهدرش عليها، حيت داك الحماق وداك التسطيه اللي انتي مسطي عليها بغيتي تخليها اسفل سافلين. مني هادشي كله كديري عليها، علاش ما تمشيش تبلغي؟ يعني عندك فرصه في يديك، سيري بلغي على شكون، لان انت عارفه شكون قاصده،
حيت الا داكشي اللي في بالك قلتي هو اللي ضرب الزيت، شنو غادي يوقع؟ غتجرجر مع سميرة. ولكن لا، انتي غير داوية خاوية، غير كتهضري، غير كتكلمي، غير كتعمري، زعما راني مهمة وراني كنهضر ومشمرة ومطمرة، مقدة الفولارة على الراس وضربها لك بتحمحيمة باش تبان مزيان، وما كتهمها حتى شي حاجة. لا رضات باها اللي رضى عليها بزاف، فيه معنى. الله يرضي عليك، الله يرضي عليك، الله يرضي عليك. زعما سكتي سكتي سكتي، انتي كتحاسبي غير طاطاك، طاطانا كاملين كتحاسبيها، كتقولي ليها سكتي ورا قال لك با سكتي ومبغيتي سكتي، راكي شاهدين عليها. لا احنا ما شاهدينش عليها، ما قالش لها هي سكتي، هو هضر على القنوات الاخرين اللي قال ليهم ما تبقاوش زعما تهضروا وتجيو ضد سميره. غير انتي ما بغيتيش تفهمي، بغيتي تفهمينا داكشي اللي انتي فاهماه. لا 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 لا، اما اختو هو مقدره ومحترمه وعارفه كتجي من لالك سميره، كتجي منها وكتجي منها بصدق، كتجيش منها طامعه فيها ولا تعمل ليها مثلا شي حاجه اللي غادي تستفد منها بحال اللي انتيا كتعرفي. راه حنا كاع عارفين. ايوا جمعي راسك، جمعي راسك هالطرق اللي انتي غادا فيها وكتحلقي فيها وجابده شوكتك وباغا تبداي تلسعي فيها، راه ماشي ديالك وما غاديش تفيدك. هاد الطرق اللي غادا فيها انتيا عندها مواليها قادين عليها كيمشيو عليها حتى الاخر. انتي من الناس اللي غادي تمشي وغتعياي، حيت المحسور راه واخا غادي ينضمك عنده، غادي يقول لك ما نعرف واش عطاك شي حاجه ولا موعدك بشي حاجه، راه ما غتستافدي منه والو، حيت كون بغى يعطي كون سد عليه هاد الشيء هو اللي جر من موراه السنسله والقرقب، جايين قرقب 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 قرقب، ما بغاش يسكت هاد الشيء قد ما هو كيجر. وقلت القرقب كتقرقب وراه، فهم راسو ما غيعطي والو، هو كون فكر شويه كون عطى داك الشيء اللي غادي يعطي كون سكت عليه الفم. اصلا سميره ماشي طماعه، كانت بغات غير حقها، ما حدو هو تيخرج وتيقول العصابه ضربوا لي نسيبي داروا ليا، والناس كتخرج وكتقول راه داك الحريق راه ماشي حريق، راه كان مفبرك، راه كان مستغل فيه التصوير. ما حدو كيضرب في اعراض سميره، لالاك سميره، ما حد الناس كتخرج وكتقول لا هو راه خاف على يطلعوا الاعراض ديال دوك اللي والديهم ليهم موبه، راه هو خرج كيهضر على سميره، فهمتي؟ دابا قد ما هو كيجبد قد ما هو ماشي لصالحه، هو باغي يستافد غير من الفلوس ما يعطيهمش، ما باغيش يستافد من السكات والضقتم. يلا كنودعكم في هذه الحلقه، الحلقه الجايه ان شاء الله نكملوا. السلام عليكم.